سلسلة من اللقاءات اللي كنعقدوها مع مختلف ممثلي سواء المجتمع المدني ولا الحكومات ولا القطاع الخاص كتعلق بالاستثمار وبالمساهمة في الدفاع على البيئة وعلى الحفاظ عليها. واليوم تلاقيت هنايا أحد الشركات الكبرى في الطاقة المتجددة صينية، تعتبر من أولى الشركات العالمية اللي هي أصلا داخلة في إطار الاتفاق اللي وقعناه قدام جلالة الملك في الزيارة الأخيرة للصين الشعبية اللي تمخض عليها على هذا الاتفاق بناء مدينة صناعية بطنجة.